احنا بقالنا فترة غيرنا الكونسيبت بتاع الاستثمار العقاري بالنسبة لشركتنا، وبقينا السلوجان بتاعنا فيوتشر ريدي. احنا بقينا نقدم وحدات ملائمة للمستقبل، بمعنى ان احنا النهاردة كل السوق بيقدم وحدات متشطبة بواجهات كويسة جدا بتشطيبات عالية جدا، ممكن ناس بتقدم بالتشطيب وبالفرش كمان. لا احنا بقينا نبص شوية لقدام، فبدأنا نسلم وحدات بفيوتشر تكنولوجي، بمعنى احنا ان شاء الله في المستقبل الموضوع كله هيبقى سمارت، هتبقى حياتنا كلها سمارت. تقدر تتحكم في حياتك من موبايلك، بتقدر تراقب كل جزء في بيتك، مش في شقتك بس، في بيتك، من تحت من الباركينج، من الجيتس بره، من الاسوار، اي حد هيجي لك من الانتركام، من الروف، تقدر تبص وتقدر تشوف الكلام ده كله من على موبايلك باي بي سمارت. اي بي سمارت كاميرا، اي بي سمارت جيتس، اي بي سمارت اليفيتور، اي بي سمارت لايتس، حتى اللايتس بنقدر ان احنا نوفر لك كمان في الطاقه من خلال السمارت هوم. وبدانا ندخل الطاقه الشمسيه في العمارات بتاعتنا، ودي بنقدمها للعمرة فور فري، ان هم يقدروا يستغنوا تماما عن السخانات سواء الكتريك او جاز، من خلال ان انا بقدم لهم في كل عماره بسلمها سخان شمسي، فبيقدروا يستفيدوا بميه سخنه طول السنه فور فري. وحداتنا في القاهره الجديده وفي الشروق، عندنا اكتر من مكان في القاهره الجديده، عندنا في الاندلس، في اللوتس، في تمر حنا، في النرجس الجديده، في مناطق بيت الوطن، احياء الحي الثاني والحي الخامس والحي السادس، اقرب شويه للعاصمه. وبالنسبه للشروق طبعا معظم مناطق الشروق مساحتنا بتبدا من 115 متر لحد 350 متر. سعر المتر عندنا مثلا بيبدا في مدينه الشروق من 4500 جنيه، بيبدا عندنا في التجمع من 5800 جنيه. انظمه السداد اب تو 8 سنين.